صباحاً. صباح النشاط الحيوية وبداية أسبوع كلها فرص فلوس وأخبار رهي تنعوش القلب ومحليهم الأبراج الفلكية، وقت تعيش الحب وبداية كل علاقة حب محليها الحاصل تذبيلة العين زادت في زينهم زين على زين. يا عيني كيف برج الحمل يتلم الشمل وتتقرب المسافات وفما لقاء بعد غيبة كبيرة وثور علاقة قديمة ممكن ترجع للواجهة، وبعدك على الحبيب راهو خلى فراغ كبير كان صارها رجوع. نحبك تحكي، نحبك اتعبر وما تخليش في قلبك وحط النقاط على الحروف. والجوزاء يفرح الخبر سار يتحرر زيدا من برشة ضغوط وتفرج مهنيا، وان شاء الله زيدا هيك المشكلة المالية اللي عانيت منها تتحل وترجعك التبسيمة اللي غابت على وجهك السمح. والسرطان تعيش بداية جدية وبداية باش تكون جديدة، نتائجها باش تكون لصالحك، وفما مبلغ مالي مهم راهو جاي في ثنية. فترة إيجابية زيدة باتصالات هلسي السرطان ولقائتها، وفما زيدة موعد يخص خدمة جديدة لبشارة قدامك، وإن شاء الله يا ربي تكون زينة. حتى الأبراج النارية معنية بالتطورات الإيجابية، والأسد ينعم إمبراطور السعادة، والحظ المزيان الأسبوع هذا راهو جيد خاصة النهارين هذم. عندك مفاجأة مهنية موافقة، فما برشة جديد وتغييرات متوفيش. العذراء القلب الكبير راهو نهاية اليوم والجمعة هذه تحكي على إفاق مهنية، حلول لبعض الخلافات العائلية، وتلقى زادة إجابة المسألة عاطفية سابقة. نتعداو للميزان، أسبوع الحب واللحظات اللي ما تعوضش وعنده مديدة، وهو يدندن ينعم وعايش الرومانسية الكبيرة. ومولود اليوم من برج العقرب اللي نتمنيه له كان الخير والسعادة، مازال يتمتع باللحظات الممتازة والحظ المزيان، كيف وكيف برج القوس خطوات مهمة وقرارات حاسمة قيد التنفيذ. تتألق في بعض الأعمال، عندك الترقية وعندك زادة مغامرة مهنية جديدة. والجدي راك تحقق إنجازات، إنجاز مهم، عرفت كيفاش ترتب أولوياتك، والأيامات الجاية تعدك بالحظوظ المالية. إدلو برشا موجات إيجابية في نهار اليوم، راهي تتغير الأقدار الأسبوع هذا كله، نجاح واتصالات ممتازة. ونختموا مع الحوت يتمتع بالصحة الحمد لله، معنويته ديما الفوق بعد الفترات اللي كانت سلبية شوية. نهاير اليوم كله حظوظ، أجواء إيجابية وأخبار جديدة.